السلام عليكم. واصلت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعاتها بقاعة الصداقة بالخرطوم برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة والرئيس المناوب دكتور عبد الله حمدوك بحضور كافة أعضائها. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة عمر مانيس إن الاجتماع استمع إلى تقرير مطول عن سير المحفظة الاستثمارية والترتيبات الجارية لتصدير أول شحنة ذهب اعتبارا من الخميس المقبل، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، كما وجه الاجتماع بمعالجة أزمة المواصلات خاصة بولاية الخرطوم. خصص الاجتماع لمناقشة القضايا التي تهم جماهير شعب السوداني ومعاش الناس والسلع الاستراتيجية على وجه الخصوص وتوفرها، على سبيل المثال المواد البترولية، الدواء، الخبز، مشكلات قطاعات الكهرباء والموسم الزراعي الصيفي. استمع الاجتماع إلى تقرير وافي حول توفير السلع، هذه السلع الاستراتيجية وآليات التوزيع والترحيل، وشدد الاجتماع على أهمية معالجة قطاعات الكهرباء بأسرع الآجال. استمع الاجتماع أيضا إلى تقرير حول سير عمل المحفظة الاستثمارية والترتيبات الجارية لتصدير أول شحنة ذهب اعتبارا من الخميس القادم، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور. وجه الاجتماع كذلك معالجة أزمة المواصلات وبصورة خاصة في ولاية الخرطوم، وخاصة مع العودة التدريجية للمواطنين إلى أعمالهم. اكتمل وصول جميع العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين السودانيين بوصول آخر فوج على رحلة شركة بدر للطيران والتي حملت 140 راكبا، وكان في استقبالهم عضو مجلس السيادة عائشة موسى. واكتمل بذلك وصول أكثر من 4000 مواطن سوداني لم يتمكنوا من مغادرة دولة الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-19. وأعرب سفير السودان لدى الإمارات محمد أمين عبد الله الكاريب عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رعايتها الكاملة لهؤلاء العالقين، بما في ذلك ترتيب أمر معيشتهم وسكنهم وإجراءاتهم الهجرية والصحية والتنسيق المتميز مع السلطات في البلدين وقنصلتي السودان في كل من دبي وأبو ظبي لترتيب عودتهم بسلام لأرض الوطن. قلنا فوج آخر من أهلنا من دولة الإمارات من أبو ظبي على وجه التحديد، ونحن شاكرين بل بعد الحمد والشكر لله نشكر كل الذين ساهموا في هذا المهرجان للرجوع للوطن. على وجه التحديد هذا الصباح أشكر الشيخة فاطمة بنت مبارك من الإمارات التي لم تستضيفهم فقط، استضافتهم في بلدها فكانت خير مضيافة، وكانت فعلا أم الأمة وليس أم الإمارات فقط. يعني احنا في الإمارات تقريبا بالنسبة لي أنا 4 شهور كنت يعني محظورين داخل البيت، والحظر مطبق على كل الناس، والآن يعني برضو بعد ونحن راجعين لازم كشف مسح طبي وشهادة، ولما وصلنا هنا لقينا نفس الإجراءات، إجراءات السلامة متوفرة والاستقبال متوفر. بحثت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين والخبراء كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، والاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن. وعقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقة سعيا للوصول لاتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاث. وقدمت الدول الثلاث مقترحات لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض. هذا وسيلتئم الاجتماع الثلاثي برئاسة وزراء الري يوم الأحد حسب الجدول التفاوضي المتفق عليه.
تعهد النائب العام مولانا تجسر الحبر بتقديم كل الانتهاكات السابقة للقضاء وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية، وقال إن أول قضية من قضايا المتاريس هي قضية الشهيد حنفي عبد الشكور أمام المحكمة بكامل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع. وأكد النائب العام حرصه على استمرار هذه المحاكم وفقا لإجراءات القانون. اليوم ستبدأ أول قضية من قضايا المتاريس، قضية الشهيد حنفي عبد الشكور، والآن نحن حضور أمام المحكمة وكامل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع، وستبدأ الإجراءات في هذا اليوم. وبالمناسبة المتاريس أصبحت يعني رمز من رموز النضال والثقافة، يعني مهمة جدا لهذا الجيل، وهي التي تحميهم من أي تغول في انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي يعني هذه القضية رمز لهذا الموقف. هذه إحدى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء إجراءات الحراك، ولكن هذه القضية بالتحديد، هذا الحادث حدث بالتحديد يوم فض الاعتصام، حيث نصبت المتاريس في كل البلد حماية للمتظاهرين، ولذلك لها رمزية خاصة. المتهم أحد منسوبي الدعم السريع، ولكن أريد أن أقول أن مجرد التعرف على المتهم بادر الدعم السريع بتسليم المتهم ورفع الحصان، واستمرت الإجراءات وقد كفرت له كل الحقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة. أكد وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري في برنامج حوار البناء الوطني أن وزارة العدل تعمل لتطوير المنظومة العدلية والتي تحتاج إلى نظرة كلية لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية تقرره أجهزة الحكومة الانتقالية. الوثيقة الدستورية أوضحت من بين أشياء أخرى في المادة 8 التي تتحدث عن مهام الفترة الانتقالية أن الحكومة الانتقالية تقع عليها مسؤولية إصلاح وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية كلها، ونحن للقيام بذلك رأينا أنه من الضروري أن تقوم مفوضية تتفرغ بصورة كلية للقيام بهذا العمل، وأعتقد أن هذه المفوضية سوف تبدأ أول ما تبدأ عملها بالنظر في إمكانية عقد مؤتمر يدعى لها القانونيين السودانيين وكل المنشغلين بالنظام العدلي، وكذلك أشخاص من دول فيها أنظمة قانونية متعددة، سواء كانوا محاميين أو كانوا أكاديميين أو مهتمين بمسائل العدالة. وعن الحديث عن قانون التعديلات، أوضح وزير العدل أن السياسة التشريعية للدولة يجب أن تقوم على حرية الناس والديمقراطية وضمان سيادة حكم القانون. لو كنا نتحدث عن السيادة، سيادة حكم القانون، نتحدث في الحقيقة عن الوضع النقيض تماما للحكم الاستبدادي أو الحكم الطغياني أو الدكتاتوري. نتحدث عن دولة قائمة على المساواة وعدم التمييز، نتحدث كذلك عن وضع مناقض للوضع الفوضوي الذي لا نجد فيه قوانين سارية أو قوانين محترمة، نتحدث كذلك عن وضع مناقض للوضع الذي يتم فيه استخدام القانون بواسطة الحاكمين لتحقيق أجندة لا علاقة لها بالمصالح العليا للشعب. لذلك من الأسس العظيمة للسياسة التشريعية في الدولة الحديثة التي هي قائمة على الديمقراطية أو تتجه نحو الديمقراطية سيادة حكم القانون. وتأتي القوانين الجديدة في ظل مسيرة الإصلاح التي تسعى الحكومة الانتقالية لتحقيقها. منذ استلام السلطة بواسطة الحكومة الانتقالية أجيزت بعض القوانين، بينما تم التعديل لقوانين أخرى، مما يشير إلى حركة دؤوبة في الدوائر العدلية والتشريعية. وانضمت الأسبوع الماضي إلى هذه القائمة قوانين جديدة أجازها مجلس الوزراء. وأبرز تلك القوانين هو قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية
ثم قانون التعديلات المتنوعة للحقوق والحريات الأساسية وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية. بدأت القوانين في السودان في العام 1903 بقانون ناحتي الأختام، ثم قانون المال الضائع والمتروك 1905، وهكذا صدر 33 قانونا حتى العام 1955. ومع الاستقلال في العام 1956 صدرت 3 قوانين، هي قانون ضريبة التركات وقانون التعداد وقانون الحصانات والامتيازات. وحتى العام 2015 ووفقا للإحصاءات العدلية فقد صدر 300 قانون. وطيلة هذه الفترة ارتبطت أوقات الثورات والتغيير بقوانين جديدة تلبي متطلبات الثورة والتغيير، كما هو الحال في ثورة ديسمبر 2019. ومباشرة تم إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة، إلا أن القانون الأبرز بعد ثورة ديسمبر هو قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين ومحاربة الفساد. ويتطلع الشعب السوداني لأن تعبر روح القوانين الجديدة عن القيم والعادات والتقاليد والأديان والأعراف السائلة في المجتمع السوداني. والمجتمع العريض قد يتفهم القوانين في سياقات متعددة ربما تؤدي في بعض الأحيان إلى جدل كثيف من التيارات الفكرية والسياسية والدينية المتعارضة. ويبدو أن الرأي العام السوداني يحتاج لمزيد من إلقاء الضوء على هذه القوانين الجديدة، لأنها تتعلق بتطورات متسارعة مثل قانون المعلوماتية. كما ينتظر الشعب السوداني تكوين المجلس التشريعي ليساهم في البناء التشريعي للدولة السودانية في ظل الوثيقة الدستورية. ويبقى الوطن دائما وأبدا في حدقات العيون. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان. ينضم إلينا عبر الهاتف مواصلة لملف القوانين التي تم التوقيع عليها وإجازتها أمس الأستاذ حمد سنهوري حمد القانوني والمحامي. السلام عليكم أستاذ حمد. وشملت القوانين التي أجيزت أمس قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، يعني نرجو أن تطلعنا على أبرز ما تضمنه التعديل وأثاره على الأجهزة العدلية في المستقبل. ألو. نعم أستاذ حمد. ايوه حمد سنوسي. حمد. نعم حمد سنوسي. سألتك عن القوانين التي وجزت امس قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية، يعني نرجو ان نطلع على ابرز ما تضمنه التعديل والاثر على الاجهزة العدلية في المستقبل. والله هو اعتقد انه المباشرة المجلس السيادي ومجلس الوزراء السلطات التشريعية الواردة في الوثيقة الدستورية تعبيرا عن التوافر الارادة السياسية للدخول او ولوج عهد الدوله المدنيه، واللي انعكس في مشروع القوانين او مشروع مفوضيه اصلاح الاجهزه العدليه. طيب، يعني ايضا القوانين التي اجيزت شملت قانون التعديلات المتنوعه، يعني ما مدى التساقها مع اهداف الثوره والمواثيق الدوليه ومع حقوق الانسان ايضا؟ اصلا البنيه التشريعيه او الفلسفه قامت عليها التعديلات متسقة مع ثورة ديسمبر المجيدة في قيم الحرية والسلام والعدالة، وترسخت القيمة الأساسية القائمة على الثورة في مكافحة الإفلات من العقاب. بإجازة القوانين دي أكد تماما أنه نحن نسير ببطء ولكن نسير في الطريق الصحيح. طيب، لعل يعني ايضا من ابرز التعديلات قانون جرائم المعلوماتيه التي استشرت مؤخرا مما يهدد الامن المجتمعي. والله هو طبعا تفشى في الاخر في المرابر او مرابر السوشيال ميديا الكثير من الاكاذيب والكثير من الممارسات المضره بالامن المجتمعي، وخصوصا انه بيت السوشيال ميديا مرتع للأكاذيب
واغتيال الشخصيات، يعني كثير من الممارسات السالبه. فممكن يكون مشروع القانون تقنين ومكافحه للممارسات دي والوقائع، بحيث انه تحافظ على الامن المجتمعي لشعب السودان. طيب يعني استاذ حمد، ما هي دلاله اجازه التعديلات التي تعطي المجلس السيادي ومجلس الوزراء الحق في التشريع؟ توافر، اكدت على توافر الاراده السياسيه لتحقيق او لانجاز المصفوفه اللي اتفق عليها قوى الحريه والتغيير ومجلس السيادي ومجلس الوزراء، المصفوفه الصادره في شهر ابريل. وان كان تاخرت الان، نحن في شهر يوليو، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. فنحن نقول انه نحن في الطريق الصحيح، وحنستكمل المسائل بالاقدام ان شاء الله. استاذ حمد سنهوري حمد القانوني والمحامي، كنت معنا عبر الهاتف، اشكرك جزيلا. الله يخليك جدا. أكملت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة استعداداتها لاستئناف العمل بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم غدا الأحد. وقال مدير مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم اللواء شرطة حقوقي صالح المبارك عبد المجيد، قال إنهم أكملوا الاستعدادات كافة لاستئناف تقديم الخدمة للجمهور وفقا للاشتراطات الصحية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا للطوارئ الصحية، مناشدا المواطنين الالتزام بالموجهات متمثلة في ارتداء الكمامات وتعقيم الأيادي والتباعد الاجتماعي أثناء طلب الخدمة، مؤكدا أنهم قاموا بكافة المطلوبات من نظافة وتعقيم مرافق المجمعات وتوفير الكادر الفني لتقديم خدمة مميزة ومريحة للجمهور. للبيئة من ناحية كل الشروط الصحية إن شاء الله. نحن بس توصياتنا لإخواننا المواطنين إنه يلتزموا بالإرشادات ويتبعوها لصحتهم وصحة الجميع وصحة الوطن، وشكرا جزيلا. أكملت محلية أم درمان استعداداتها لامتحان شهادة الأساس يوم غد الأحد بتعقيم مراكز الامتحانات. وقال ممثل مؤسسة دوسة الخيرية الباقر إبراهيم إن منظمة دوسة بالتعاون مع منظمة الشهيد الفاتح النمير قامت بتعقيم كل مراكز امتحانات شهادة الأساس بمحلية أم درمان. أضاف أن المنظمتين ستقومان بعمليات التعقيم اليومي لمراكز الامتحانات، بالإضافة إلى توزيع معينات أخرى لحماية التلاميذ من فيروس كورونا. في إطار الاستعدادات لإجراء امتحانات مرحلة الأساس لهذا العام، والتي تأتي في ظروف صحية خاصة جدا جدا، قامت محلية أم درمان قسم الوبائيات بالتعاون مع مؤسسة دوسة الخيرية بعمل تعقيم للمدرسة استعدادا لإجراء الامتحان غدا إن شاء الله يوم الأحد 12/7. اليوم حيتم تصوير كامل لكل المدارس، ومن الصباح غدا إن شاء الله المتطوعين بتاع المنظمتين بيكونوا متواجدين في المدرسة، يعقموا الطلاب وهم خاشين على الامتحان على الجلسة، ويعقمهم تاني بعد يخرجوا من الجلسة، ثم ثانيا بعد ذلك يتم تطهير للمدرسة والتحضير لليوم التالي إن شاء الله تعالى. بولاية غرب كردفان انطلقت امتحانات شهادة الأساس، والتي بدأت في ظروف صحية بالغة التعقيد وسط إجراءات احترازية صحية وأمنية. مطمئنين تماما إنه امتحاناتنا إن شاء الله ستستمر من اليوم وتنتهي إن شاء الله يوم الخميس القادم في عدد 127 مركز منتشرة على محليات الولاية 14 بعدد 20318 تلميذ وتلميذة. الآن الترتيبات كلها اكتملت، كل ترتيباتنا الإدارية والصحية والفنية، ومراكزنا إن شاء الله مستقرة، والامتحانات إن شاء الله حتصير سير هادي. لا بد من كلمة إشادة لأخواننا في قطاع التعليم لوقفتهم الصلبة في إنجاز هذه المهمة، كما نشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل الكبير في ظل هذه الظروف التي بالغت التعقيد. نسأل الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا، ونسأل الله أن يوفق كل من ساهم في إنجاح هذه العملية. نفيد بأن الولاية بحمد الله تعالى تتمتع بجو أمني بحمد الله تعالى على أكمل وجه،
بحمد الله تعالى تم تأمين كل الامتحانات من مراكز الامتحانات حتى المراكز. توجد كركونات لحراسة أوراق الامتحانات في المحليات على مستوى الولاية 14 محلية، كما توجد حراسة في مراكز الامتحانات بكل الولاية. بحمد الله تعالى نطمن المواطن أن الأمن مستقر تماما. وانطلقت بولاية النيل الأبيض امتحانات شهادة مرحلة الأساس وسط إجراءات احترازية صحية مشددة، ووقفت لجنة أمن الولاية على سير الامتحانات بعدد من المراكز بمحلية كوستي. 37172 طالب وطالبة يجلسون لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بولاية النيل الأبيض موزعين على 262 مركزا بمحليات الولاية المختلفة، والتي انطلقت اليوم وسط احترازات صحية لمكافحة جائحة كورونا. طبعا امتحانات زي ما عرفنا وبنردد دائما انها انطلقت في ظروف غير عادية، وطبعا اتأجلت الامتحانات دي بنفس الظروف الصحية اللي هي جائحة كورونا، ونتمنى انه تسير بالصورة المطلوبة ويكون كل الناس في أمان وفي صحة، وطبعا اتنفذت إجراءات صحية صارمة جدا جدا بالنسبة لمراكز الامتحان. وطبعا نتمنى انه كل ممتحن وكل مشارك في الامتحانات دي يخرج نهاية الامتحان بصحة وعافية. حكومة ولاية النيل الأبيض أشادت بمجهودات وزارة التربية ووزارة الصحة والمنظمات في تهيئة المراكز وتوفير المستلزمات الاحترازية والصحية من أجل سلامة الطلاب وإنجاح عمليات الامتحانات. ولاية النيل الأبيض الآن الممتحنين 37,000 طالب وطالبة موزعين على مراكز جملتها 266 مركز، من ضمنها 10 مراكز للإخوة اللاجئين، واكتملت بهذه الضربة كافة الاستعدادات من مسائل لوجستية مشاركة مع الإخوة في وزارة الصحة، حيث تم تعقيم كل الفصول وتوفير كافة الكمامات لكثير من التلاميذ، ونظر الله سبحانه وتعالى أن الأخوان أبنائنا التلاميذ أن يوفقوا في اجتياز هذا الامتحان. إجراءات صحية كبيرة سبقت بسهولة الطلاب لامتحانات مرحلة الأساس، شاركت خلالها لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والعديد من المبادرات الرسمية والشعبية. تظل هذه الصور آخر صور الذكريات لثماني سنوات قضاها الطلاب في هذه المرحلة، وظلت الأسر تزرع فيها ثمان سنوات لتحصد ثمارها. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، كوستي. ولمزيد من التفاصيل حول الامتحانات والعودة التدريجية لدولاب العمل، معنا عبر الهاتف الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الطيب البشير. مساء الخير أستاذ الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نرجو أن تحدثنا عن الاستعدادات الولاية عموما لعودة الحركة لدولاب العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. حقيقة ولاية الخرطوم يمكن قبل أكثر من أسبوعين ترتيبات لبعد الحظر، ومن ضمن الترتيبات دي كانت امتحانات أساس ولاية الخرطوم التي تأجلت بسبب جائحة الكورونا. ويمكن ترتيباتنا لهذه الامتحانات على غد مساء ان شاء الله، بكره الساعه 8 صباحا ان شاء الله الجلسه الاولى لامتحانات الشهاده ان شاء الله. ماذا عن المواصلات للطلاب؟ هل هنالك ترتيبات لهذا الامر؟ امتحانات الاساسيه امتحانات دراسيه، معظم المراكز في مواقع التلاميذ يمكن على اكثر مدرسه او مركز الامتحانات على ابو 2 كيلو ان شاء الله. اما بالنسبه للمواقع فيها مواصلات وخاصه المدارس الخاصه، الترتيبات جاريه ان شاء الله، كل الترتيبات لانعقاد الامتحانات في وقتها ان شاء الله. طيب ما هي رسالتكم للمؤسسات والجهات المعنيه بالعاملين والمواطنين على حد سواء؟ نحن حقيقه واحده من التحديات بتاعتنا العوده الطبيعيه بعد الحظر، واحده من الاشياء الاساسيه هي الالتزام الكامل بالاجراءات الصحيه اللي وضعتها وزاره الصحه، التباعد الاجتماعي
اشتراطات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم في مؤسسات الدولة. يمكن بكرة إن شاء الله يبدأ مؤسسات الدولة في العودة التدريجية من 30% إلى 50% ده كله من حفاظا على أرواح الناس وصحتهم. يمكن وجهنا كل المؤسسات الحكومية تعمل على تعقيم المكاتب والتزام الناس الموظفين خاصة بالاشتراطات الصحية ومن ضمنها لبس الكمامات. أشكرك جدا الأستاذ الطيب البشير الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.